هل الذبح عند عتبة البيت الجديد دفعا للضر شرك؟ لا شك بأن الذبح عند عتبة البيت إذا كان للجن بقصد دفع الضر من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. وأما إذا كان الذبح هكذا ليس للجن وإنما يعتقد الإنسان بأنه إذا ذبح عند عتبة الباب لن يصاب هو وأولاده وبيته، فهذا لا أصل له، وهي من البدع القبيحة المحرمة، لكن تصل إلى الشرك إذا فعلا ذبح لهذه الأرواح الخبيثة أو للجن بقصد دفع البلاء عنه، بقصد دفع البلاء عنه. ولذلك السائل يقول عند عتبة الباب، فإذا كان للجن شرك أكبر.